شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن صلاح المجتمع المسلم يبدأ بصلاح الأسر المسلمة، لأن هذه الأسر هي التي تكون المجتمع، وصلاح الأسرة يبدأ بصلاح الفرد، لأن هذه الأسر مكونة من أفراد، فإذا صلح كل فرد من أفرادها انصلحت الأسرة فانصلح المجتمع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة أهمية صلاح الأسرة المسلمة وصلاح ذات البين داخل أفراد الأسرة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا العظيمة التي تحفظ على الأسرة المسلمة استقرارها. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس وضع عرشه على الماء، وإنه يبعث كل يوم سراياه، فيكون أقربهم إليه أو أحبهم إليه، فيكون أقربهم إليه أو أحبهم إليه أعظمهم فتنة. فيأتي الشيطان فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: لم تصنع شيئا، حتى يأتيه شيطان فيقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول: أنت أنت، أو فيكون أحبهم إليه، أو كما ورد في ألفاظ الحديث في كتب السنة المشرفة. فهذا إبليس عدونا الذي أمرنا الله سبحانه أن نتخذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يسعى في إفساد العلاقات بين أفراد الأسرة، ويبعث سراياه للتفريق بين الرجل وامرأته، ويكون أحب الشياطين إليه وأقربهم إليه الذي يفرق بين رجل وامرأته، فيلتزمه ويقول له: أنت أنت، يعني أنت أفضلهم وأحسنهم. وذلك لأن فساد الأسرة فيه فساد المجتمع المسلم. فلذلك على المسلم أن يحذر من مكايد الشيطان في هذا الباب. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أمنا حواء خلقها الله تعالى من نفس آدم عليه السلام، خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس أبينا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها.
ورد تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، يعني أقصر أضلاعه اليسرى، فخلق الله سبحانه وتعالى من ضلعه الأقصر الأيسر، خلق الله تعالى منه زوجه حواء ليسكن إليها، يعني حتى تكون من جنسه وحتى يحصل بينهم السكينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يمكن أن تكون كاملة لا يحصل منها نقص ولا يحصل منها كلمة لا ترتضى أو فعل لا ينتقد، فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. والرجل كذلك، كل بني آدم خطاء، لكن الوصية هنا لما كانت موجهة للرجال فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يمكن أن تخلو من نقص، وأنها خلقت من ضلع، وأن الضلع لا بد وأن يكون فيه عوج، وأن من أراد أن يستقيم الضلع ولا يكون فيه اعوجاج، بمعنى أنه أراد أن تكون زوجته كاملة لا نقص فيها ولا عيب ولا شيء ينتقد ولا كلمة لا ترتضى ونحو ذلك، فكأنه أراد أن يقيم الضلع المعوج ولا يكون فيه أي اعوجاج، فسيؤدي هذا إلى كسره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنت ذهبت تقيمه كسرته، قال: وكسرها طلاقها. يعني إذا ظل يدقق حتى يريد أن يصل إلى درجة من الكمال مخالفة لما فطر الله تعالى عليه طبائع البشر، فإنه سينكسر هذا الضلع، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يتعامل مع أهله بالتسامح والحلم والعفو والتغافل عن الأخطاء. وكذلك المرأة أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة، أوصاها وصايا كثيرة معلومة في القيام بحق زوجها. وقد كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي لهذا الحلم والتسامح في معاملة أزواجه عليه الصلاة والسلام، ليكون الأسوة والقدوة الحسنة للمؤمنين في ذلك. فقد جاء أيضا في صحيح البخاري في حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث طويل، يعني فيه أخبر عمر رضي الله عنه قال: كنا أهل مكة قوم نغلب نساءنا، قوم نغلب، كنا قوما يعني نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة إذا فيها قوم تغلبهم نساؤهم. وإن عمر رضي الله عنه غاضب امرأته يوما فراجعته، فاستغرب ذلك، والمراجعة يعني ناقشته في القول واعترضت عليه في شيء مما قاله، فتعجب من ذلك. لم يكن هذا يعني موجودا عندهم في مكة، أن المرأة يعني تراجع الرجل أو تعارضه. فقال: أتراجعينني؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه أزواجه، أو إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه إلى الليل. يعني حتى زيادة على المراجعة، ربما هجرته إحداهن إلى الليل، يعني فقط مدة النهار، ثم إذا دخل الليل انتهى وقت الهجر. فقال: وحفصة تفعل ذلك، وهي ابنته، قالت: وحفصة تفعل ذلك. فذهب إلى ابنته حفصة وقال: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجرينه إلى الليل؟ قالت: نعم. فقال: يا بني لا تفعلي، ولا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة،
رضي الله عنها أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يعني قد يحتمل لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله منك، وأوصاها ألا تفعل ذلك حتى لا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما في الحديث الذي فيه إلقاء الضوء على الناحية البشرية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يتعامل مع أزواجه بالحلم والرحمة والمسامحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأسرة المسلمة قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا بد وأن يكون في الإنسان نقص، وأن المؤمن عليه أن ينظر إلى النواحي الإيجابية الطيبة، فلا بد أن يكون في كل من الزوجين إذا غضب من صاحبه أو انتقد على الآخر شيئا، إذا تفكر في محاسنه وما له من الصفات الحميدة، فبالتأكيد سيجد فيه من الخصال الحميدة ما يجبر هذا الخطأ وما يجبر هذا النقص. فكانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من الزوجين بما فيه صلاح الأسرة. قال: استوصوا بالنساء، وقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة المؤمنة بأنها التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، ويعني إلى غير ذلك من الوصايا النبوية الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر السلام.